بالنسبة لشو كما حكيت مع الأخيان سائرج نقول وإحنا سائرج تدبر تو وقت الحاضر لرزلتاء خطر ولينا في ستياسيون صعيبة برشا بالنسبة لستاتونيزيا ما عاش عنا الحق باش نخسر اللي بوا وممتون رجعوا يعني رجعوا لقو دو جوي للكيب ملعبيه كانوا ان بيو ساتوري مش قاعدين ينتصروا ولا يشكوا في رواحهم الحمد لله تو كيما تلاحظوا الاجواء ولا طيبه في الفريق توينا صفحه جديده وتو نخموا في المستقبل يعني مقابله مستقبل كيبس باش تكون يعني تريز امبورطونت ومام تو يعني واحد يخدم للحاضر ومام تو عين على المستقبل افيك لي جون دو ستاد والجمهور جمهور بيان سور يعني الحاجه اللي عجبتني في جمهور ستاد اللي سفري كانوا متغشين لكن حاجة اللي جيت ناس يعني نشكرهم مرحبت بيا وفرحوا يعني بقدومي ونشكرهم على الترحاب هذايا وان شاء الله هذايا نرجعوا لهم يعني بالنتائج الطيبه ونرجعوا لهم يعني فريق استاد كما كانوا يعرفوا فريق العتيد فريق القوي فريق اللي يفرش ان شاء الله مش نخدموا مش في ظرف ان سومان او تو فير باش نعملوا الاشياء هذه الكل لكن اوموا الحاجه ناكد لكم اللي في المقابله الجايه تشوفوا اوموا روح اخرى في التيران ان شاء الله. ضرب البارح مع كونتاكت مع كرماتون مش تحب تعمل هذيك هي الكورة هذيك هي كاتبة اللي غالب ان شاء الله اخويا واحد يحاول يرجع على قريب وش نرجع نقعد نجري بندون 3 سمان كيك اموا ان شاء الله كيما خدمت على روحي فكيت بلاستي ان شاء الله اخويا نعود نرجع وفك بلاستي ولا اللي كاتبه ربي يساعد فيه واللي باش يلعب في بلاصتي سوى لامين سوى زدوقة سوى سيف ان شاء الله يقدم الاضافه ان شاء الله المهم المصلحه نتاع الجمعيه.